مسودة الدستور مرفوضة وطرحها مرفوض جملة وتفصيلا. هذا أبرز ما أقرته الفصائل العسكرية وقوى سياسية المجتمع مع شخصيات تركية في أنقرة. الاجتماعات التي تجري في الخارجية التركية ركزت على رفض الطرح الروسي في أستانا بخصوص مسودة الدستور وقبول بنود ذاك الدستور باحتمال تقسيم سوريا أو التنازل عن أجزاء منها، الأمر الذي يخشاه الأتراك ويعدون العدة للحيلولة دونه بشتى الوسائل السياسية والعسكرية. المشاركون وبينهم منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ورئيس الائتلاف أنس العبدة أكدوا خلال لقاءاتهم مع مستشار الخارجية التركي أوميت يالتشين بأن النقاش حول الدستور من شأنه أن يفيد من يعملون بشكل منفرد، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تتشكل بمعظمها من الوحدات الكردية الطموحة بالطبع لما يقره الدستور الجديد من فيدرالية أو تقسيم سوريا، وهو ما تراه أنقرة تهديدا لمصالحها وحدودها في الشمال السوري فضلا عما يراه السوريون من تقسيم لبلادهم. اجتماع الرؤية بين المعارضة والخارجية التركية تعززها وحدة المصالح والرغبة في تثبيت مخرجات جنيف السابقة من أجل ضمان الوصول لمخرجات إيجابية في جنيف القادم، بعيدا عن الرؤية الروسية والإيرانية لمستقبل سوريا والتي لا تمانع بوجود الأسد ولا الوحدات في المرحلة القادمة، وهو ما يسعى الطرفان في أنقرة إلى تحييده. أول الشروط وأهمها للتوجه إلى جنيف طرحه المتحدث باسم الجبهة الجنوبية للجيش الحر عصام الريس، وكان الشرط تثبيت وقف إطلاق النار والتأكد من موقف الروس وفاعليتهم كمراقب ضامن، مضيفا بخصوص الوفد المشارك بأن تحديده لا يقع ضمن مسؤوليات ديمستورا ولا يحق له ذلك. وما التصريحات بشأن الوفد إلا محاولة من ديمستورا للقفز على شرعية ما جاء في مفاوضات جنيف. Observation, whether it's satellite.